عندنا نجوم دلوقتي حاضرين حاليين، لازم نرجع للتاريخ لورا. عندنا نجمات ونجوم في النادي الاهلي. خلينا نخرج لتقرير ونروح لفاصل ونروح لتقرير وننهي بيه الحلقه اللي هسيبكم تستمتعوا معاه. كابتن ياسمين عزت احد ركائز النادي الاهلي في التسعينات واحد لحقات مع نادي توجت النادي الاهلي في بطولات كثيره جدا، ان شاء الله تستمتعوا معاها لنهايه الحلقه. في الاخر بشكركم ونسيبكم مع كابتن ياسمين عزت. أنا اسمي ياسمين عزت، كنت لعيبة باسكت في النادي الأهلي. ابتديت باسكت وأنا عندي 8 سنين، واللي اكتشفتني كابتن سهير الشلقاني. كانت لعيبة باسكت قديمة في النادي الأهلي وكانت بتيجي عندنا المدرسة، كانت ولية أمر، كانت بتتطوع كده في الرياضة عندنا، فأخدتني الأهلي عشان ألعب باسكت. أول فرقة دخلتها كانت الميني باسكت. أنا كنت بحب الباسكت، أنا كنت بلعب باسكت وبلعب فولي في المدرسة، وهي كانت بتيجي تمرننا الحقيقة، فهي حست إن أنا ممكن حنفع في الباسكت فأخدتني النادي الأهلي أنا وواحدة صاحبتي تانية، وكملنا بقى. كان معايا رحاب الغنام، وكان ياسمين مراد هي اللي جت معايا، كانت معايا في المدرسة وإحنا رحنا مع بعض، وكان في مروة الأجهوري، وكان في رانيا عادل برضو. دول اللي انا افتكرهم واحنا صغيرين. بعد كده بقى لما رحنا الدرجه الاولى كان في بقى داليا عرابي، كان في نيفين عقل، كان في ريهام صلاح، كان في نازلي، كان في رولا رضا. هم دول كانوا الفرقه بتاعتي. الانتقال من الميني باسكت لحد الفريق الاول، كان الاول اول واحد طبعا مراني كان كابتن طه الغنام، وكان في طبعا التزام في حضور التمارين. انا رايحه النادي الاهلي، يعني مش رايحه العب في المدرسه او حاجه. بعد كده كان في اللي هو تحت 12 سنه وتحت 14 سنه، اللي هو الباساريل. اللي كانت متمرني كانت كابتن لبنى فاروق، دي برضو ليها فضل كبير قوي 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 عليا. كنا وقتها برضو لسه صغيرين، وبرضو بنحاول نتدلع، نطنش التمرين، نعمل مش عارفة ايه، بس ما فيش الكلام ده طبعا خالص في النادي الاهلي. كان في التزام في التمارين على طول، وده السبب ان احنا مستوانا بيزيد وكده وبيعلى. ابتديت بقى في الباساريل اظهر اكتر وابقى سكورر الفرقة. وقتها كان سهى فكري بتلعب معايا ورحاب الغنام. وبعد كده تحت 16 سنة نفس الحكاية برضو، أنا كنت بلعب كاتر أغلبية الوقت، كاتر يمين ساعات شمال بس يمين أكتر. بعد كده كابتن لبنى فضلت معايا بقى سنين طويلة جدا لحد ما رحت الدرجة الأولى. أنا ما تصعدتش درجة أولى، رحاب وسهى تصعدوا لأن هما كانوا محتاجين بيفت وبلاي ميكر، وكابتن لبنى برضو كانت بتحبني قوي، فكانت دايما متمسكه بيا، مش عايزه تسيبني اطلع الدرجه الاولى. فلعبت بقى الاعمار السنيه كلها لحد ما طلعت درجه اولى طبيعي، يعني زي على حسب سني. اول بقى ما رحت الدرجه الاولى كان في برضو لبنى، كابتن لبنى برضو كانت موجوده، وكابتن طه الغنام. تقريبا قعدنا مثلا 6 سنين نفس المدرب والمدربه هما اللي ماسكين. يعني حسيت ان مفيش اي حاجه اتغيرت، يعني كاني في وسط اهلي وبلعب براحتي وكل حاجه. لما طلعت بقى الدرجه الاولى كان في طبعا فطاحل الدرجه الاولى، كان في رانيا عادل، دي كانت بتلعب برده كاتر يمين. كنت خايفه جدا بقى لما جيت اطلع الدرجه الاولى، لانه في ناس طبعا اقوى مني بكتير جدا، وانا هلعب امتى، وكنت قلقانه قوي وكده. بس كان في بقى سهى من الناشئين معايا، هي ورحاب وكده، فكانوا بيطمنوني. ورانيا عادل كانت كابتن الفرقه وقتها، وكانت بصراحه بتشجعني جدا. يعني عمري ما حسيت ان مثلا انا في حته مش مستريحه فيها، او رايحه الدرجه الاولى
حد هيضايقني او هيغلس عليا او اي حاجه. بالعكس بقى شجعوني جدا جدا جدا. والحمد لله كنت بلعب، يعني كنت ثبت وجودي وكنت بلعب في الفرقه وكده، لحد ما الحمد لله رحت كمان المنتخب. مفيش دوري من ساعه ما دخلت النادي الاهلي احنا ما خدناهوش، من ساعه الناشئين لحد طالع. يعني الفرقه دي من اهم الفرق اللي جت في النادي الاهلي. احنا كنا بنكسب كل حاجه الحمد لله، وكنا بنطلع كمان بطوله عربيه كل سنه، كنا برضو بكز، يعني جبنا مركز اول ومركز تاني ومركز تالت. وكان دايما طبعا المنطقه، احنا اول منطقه واحنا اول دوري. كان في فرقه سبورتنج، هي دي الفرقه اللي كانت دايما بتنافسنا، فرقه قويه جدا برضو. بس احنا يعني انجازاتنا كانت اكتر منهم، يعني الدوري احنا واخدينه اكتر، كاس ساعات هم بياخدوا الكاس، مره اخدوا الدوري على ما افتكر يعني. انه بس احنا كنا التوب في وقت الجيل ده. بالنسبه للدراسه بتاعتي، طبعا المدرسه كانت بتساعدني جدا، ان انا يعني كان عندي ماتشات على طول وكنت لازم اخرج من المدرسه معظم الوقت، وكنت قاعده في معسكرات كتير. لما روحت الدرجة الأولى كنا تقريبا عايشين في معسكر، ما بنروحش البيت. أمي طبعا كانت بتشجعني، يعني ساعات أحيانا بيبقى عندي امتحانات مثلا في الجامعة مهمة جدا، وبيبقى عندي سفرية وأروح أستأذن مثلا من الأستاذ في الجامعة يقول لي مش هينفع إنك تسافري، فأروح أتكلم مع أمي أو أبويا يقولوا لي لا طبعا سافري، دي فرصة مش هتتعوض. كان عندنا مرة بطولة في تونس، كانت بس كانت منتخب، وكان وقتها في عز امتحاناتي اللي هي اهم امتحانات في الجامعه عندي، وكان ما بين ان انا اسافر او ما اسافرش بسبب بس اهلي لا كانوا بيشجعوني طبعا على الرياضه. يعني مامتي مثلا كانت بتشجعني على الرياضه اكتر من ان انا اذاكر. بس كان في طبعا دكاتره في الجامعه كانوا كان في طبعا جوابات كنا بنجيبها من اتحاد الباسكت، ودي برضو كانت بتخلينا ان احنا نسافر، او بس معظم الوقت احنا قاعدين في معسكر. فاللي هيلعب رياضه هيلتزم بده، ما فيش تهريج عشان تنجح. برضو من ضمن الحاجات ان انا ولادي اصريت ان هم يلعبوا رياضه، يعني انا عندي ولد وبنت كبار 14 سنه و13 سنه، انا اصريت ان هم طبعا يلعبوا باسكت، فمن وهم صغيرين 3 سنين وانا بوديهم زي اكاديميات وحاجات كده عشان يتعلموا الباسكت. بنتي كانت بتحب الباسكت قوي عشان هي كانت بتتفرج عليا وكده دايما، وبتشوفني وانا بلعب، وبتشوف بقى الماتشات والحاجات بتاعتي القديمه. كان في عندنا طبعا فيديوهات، ما عندناش احنا سيديات والكلام ده، فكنت بفرجها على صوري وبتاع وكده، فانا مثلها الاعلى، فكانت نفسها تلعب باسكت. ابني برضو حاولت طبعا باسكت، بس فشلت فشل ذريع، لانه كان بيزوغ من تمارين الباسكت ويروح تمارين الكوره، مصر وانا مصره باسكت، ففي الاخر خلاص بقى يعني بقى كوره، وهو بيلعب كوره في 2006 هنا في النادي الاهلي. وبنتي بتلعب برضو في تحت 16 سنه باسكت في النادي الاهلي. فدي كانت من اهم الحاجات اللي انا عايزاها تحصل في حياتي، ان ولادي يبقوا رياضيين زي، لانها بتغير في شخصيه البني ادم طبعا تماما. بيبقى فيه التزام، بيبقى فيه تحمل مسؤوليه، بيبقى عندك شخصيه مختلفه، بتبقى ملتزم في كل حاجه في حياتك، ملتزم في الدراسه، ملتزم في مواعيدك، ملتزم مع اهلك. احنا مثلا كفرقه زمان افتكر احنا مثلا كنا بنصلي مع بعض جماعه، يعني انا اتعلمت الصلاه مثلا مع فرقتي، لحد النهارده الحمد لله بصلي وكل حاجه، وبحاول اعلم ولادي كده برضو. يعني كنا دايما ساعات مثلا قبل الماتشات نروح السيده نفيسه نصلي، او في المعسكرات كنا ساعات برضو بنقوم نصلي الفجر ساعات جماعه. ف دي برضو خلتك عندك برضو سن التدين، ودي مهمة برضو. هو الحقيقة أنا على أيامي لما كنت بلعب ما كانش فيه الصراع ده
في اللعب والبوزيشنز، وانا عايزه اخد مكان ده وعايزه العب مكان ده، وحد يقوم على حد. احنا ما كانش عندنا ده خالص، ولا في وسط اولياء الامور ولا في وسط اللعيبه ولا اي حاجه. يمكن في المنتخبات ده بيحصل، لان البنات ما بتبقاش فرقه واحده، فبيبقى في منافسه شريفه طبعا وكل حاجه. بس فانا بحاول لما بلاقي حاجه زي كده مثلا بتحصل مع اولادي، برجع اكلمهم بقى على وقت ما انا كنت بلعب، ان احنا ما كناش بنعاني من القصه دي. ان المدربين يعني مثلا المدربين بتوعي كانوا، كابتن طه الغنام ده كان كانه اب بالنسبه لنا، فلما مثلا بيزعق او حتى بيزقنا او بيعمل، فدي بتبقى انه عايزنا نبقى احسن، عايز يدينا حافز، عايز يشجعنا. دلوقتي مثلا ممكن الولاد تبقى بتاخدها بطريقه تانية، بتتزعل، بتتضايق، بتتاثر، بتيجي تشتكي لي المدرب مثلا زعق لي المدرب، فانا ما بلعبش. دي طبعا بتتقال كتير قوي، انا ما بلعبش، انا قعدت، انا عملت. فبيبقى في طريقه انت بتحاول ان انت تفهم ابنك او بنتك انه استنى هتلعب، هترد في الملعب مثلا. وهم اصغر من كده يقولوا لي مثلا كلمي المدرب. طبعا لا يمكن اعمل حاجه زي كده، دي استحاله، لانه انا حتى يعني بنصح اولياء الامور ان هم ما يعملوش كده، لانه هو كويس هيلعب. انا دايما بقول كده، انا دخلت ولادي من غير اي وسايط في النادي الاهلي، انا ما اعرفش اي حد في الكوره. ابني راح الاختبارات زيه زي اي حد، في يوم الاختبارات دخلته ولقيت حد بيقول له استنى على جنب ومش عارفه ايه وبتاع، وبعدين سجلوه. لان انا في النادي الاهلي انا وحشه مش هلعب، فما فيش وسايط، فيش الكلام ده خالص، لا مع البنت ولا مع الولد. السوشيال ميديا دلوقتي يعني واخده حجم كبير جدا في كل حاجه. احنا على ايامنا كانت بس في مجله الاهلي كانت بتكتب علينا، كانت مدام عزه هي دايما اللي بتكتب علينا المنشطات والحاجات دي. غير كده كان في ساعات جرايد بتكتب عننا برضو، بتحط صورنا ابيض في اسود. لا طبعا دلوقتي محظوظين جدا اللي موجودين دلوقتي، لان السوشيال ميديا يعني مساعداهم طبعا. وانا عامه كنت بعيده شويه عن المعلومات عن الفرق والانجازات والنتائج والحاجات دي كلها، بعرفها طبعا من الفيسبوك والسوشيال ميديا والحاجات دي والصور طبعا الكتير. لا على ايامنا ما كانش فيه الكلام ده خالص، بس كان ساعات القنوات برضو المصريه كانت بتيجي ورانا ساعات في البطولات المجمعه، بورسعيد او اسماعيليه، بيصوروا الخمس ماتشات مثلا اللي احنا بنلعبهم، بتتذاع على النيل للرياضه او كده. بطولات العربيه لان لبنان الباسكت فيها رقم واحد، فكانت دايما الال بي سي بتذيع ماتشاتنا، فاحنا كنا تقريبا معروفين اكتر في لبنان اكتر من هنا، يعني هنا مش قوي، بس في بيروت مثلا لا، الال بي سي عشان الناس كلها بتتفرج عليها. كنا ساعات نمشي في الشارع الناس تيجي تسلم علينا وعارفانا بالاسم وكده. انا ولادي نفسهم وهم رايحين التمرين انا بنصحهم بقى ان هم عشان يركزوا في اللعب ما يفضلوش ماسكين الموبايلات بتاعتهم، يبصوا على الانستجرام، يبصوا على الفيسبوك، الحاجات دي كلها طبعا بتشتت تفكيرك، بتخليك مش مركز. احنا قبل الماتش كنا بنقعد ساكتين خالص، يعني نركب الباص واحنا رايحين مفيش بقى خالص، لا في موبايلات نمسكها ولا في سوشيال ميديا ولا اي حاجه، لازم تركيز قبل ما تنزل الماتش، تركيز في التسخين. ابني وبنتي بنصحهم انه التسخين ده مهم جدا جدا، الاستريتشنج، الحاجات دي كلها، لان احنا لو لعبنا من غير ما نسخن كويس الاصابات بسم الله ما شاء الله. فطبعا في النادي الاهلي بيبقى فيه مدرب بتاع لياقه بدنيه، ده بيبقى موجود معاهم، هو اللي بيسخن معاهم، وفي كابتن الفرقه طبعا
يعني نفس اللي كان هو سيستم. حتى لما بتروح تتفرج على الماتشات بتاعه الناشئين الباسكت كنت دايما اشوف الاهلي داخل مرتب، لابسين زي بعض، التسخين شكله حلو، مش كل حد بيعمل حاجه، المنظر مختلف، النادي الاهلي منظر مختلف، بتبقى فرحان وفخور. لما جيت ابطل باسكت وقعدت شويه وابتدى انديه تانية مثلا تكلمني مش عايز تيجي تلعبي مش عارفه ايه، ما اقدرش يعني خلاص هو النادي الاهلي بس. في ناس طبعا بتحب تكمل، اذا ما كانش النادي الاهلي مش هقدر اروح حته تانية. طبعا فرقتي كلها لسه على علاقه بيهم، عندي بقى على الفيسبوك وعندي على الانستجرام، فاحنا حتى لو ما تقابلناش او كده بنبقى عارفين اخبار بعض من السوشيال ميديا، فهي طبعا فادتنا في الحته دي. بنتجمع كل سنه في البطوله بتاعه 3 على 3 دي، بس بقينا مثلا ممكن ندخل حد، مثلا احنا بنبقى 4 بنات، فممكن حد يجي معانا مثلا واحده تيجي من الجزيره تلعب مثلا معانا، تبقى بس بنتقابل بقى كلنا في البطولة دي دايما. وساعات بنخرج كتير قوي برضو مع بعض، برضو على الواتساب عندنا جروب عاملينه في كل البنات بقى، مش بس بتوع الأهلي، في بتوع الأهلي وبتوع المنتخبات وبتوع الأندية التانية، برضو كلنا جروب واحد. ساعات بنخرج مع بعض وساعات بنعمل خروجات، وفي مناسبات طبعا كلنا بنفتكر بعض وبنحضرها مع بعض. ما سلكتش التدريب عشان ما يجيليش القلب والسكر والضغط. الله يكون في عونهم، بيصعبوا عليا جدا. كابتن طه كان عصبي جدا طبعا، وكان كابتن سيد صابر برضو من ضمن الكباتن برضو اللي مرنوني، واستفدت جدا 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 منهم، وهو دلوقتي حاليا برضو ماسك الفرقة بتاعت بنتي. فأنا مبسوطة جدا إن لما بنتي جت الأهلي كان سيد صابر وعمر صابر هما اللي ماسكين الفرقة، ومدرب شاطر قوي قوي قوي. الحمد لله إن أنا ما دخلتش التدريب والحاجات دي، لا يمكن، ما أقدرش. هما الله يكون في عونهم. كابتن طه مرة أغمى عليه، كنا مغلوبين من سبورتنج وكنا بنلعب في اسكندرية 20 بوينت تقريبا، كان فاضل 5 دقايق على الماتش وعوضنا وكسبنا باسكت. طبعا من كتر الفرحة والتنشنة في نفس الوقت أغمى عليه، احنا طبعا كنا منهارين لما شفنا المنظر ده. وطبعا والحاجات التانية بقى والعصبية والتعب والحاجات دي، لا طبعا ما اقدرش ان انا ابقى مدربة، انا اتفرج من بعيد لبعيد. في حاجة كمان، زمان لما كنت بنزل الملعب كنت باردة قوي، يعني كل اللي في الفرقة كانوا مثلا يبقوا متنشنين، راني عادل ساعات نبقى مثلا ماتش جامد قوي مغلوبين في حاجة تبقى متنشنة وانا نازلة بضحك، يعني لما اكون تغييرة او حاجة بنزل باردة قوي. فدلوقتي بقى طبعا لما بتفرج على الولاد عيالي ممكن اقف ورا السور عشان ما من التنشنة اللي انا ببقى فيها، يعني ده اللي اتغير. جمهور النادي الاهلي كان دايما بيدعمنا وبيقفوا معانا وبيشجعونا وبيروحوا ورانا في كل حته، كان في منهم ناس بتسافر معانا، تسافر اسكندريه، اسماعيليه، بورسعيد، زقازيق، وبيشجعونا وبيدعمونا. هم دول يعني من اهم حاجه في النادي الاهلي، وهم كانوا حافز لان احنا نكسب، وده هدفنا كلنا، انه هدفنا واحد احنا والاداره والفرقه والجمهور. ولحد دلوقتي انا بشوف منهم ناس من ايام زمان بيبقوا موجودين وبيجوا بيسلموا عليا وعارفين ولادي، وفي الـ في الـ في الانتخابات مثلا بتاعه اتحاد الباسكت بيبقوا موجودين، في الماتشات بتاعه الناشئين بشوفهم في كل حته. طبعا النادي الاهلي ده زي بيتي التاني، انا يمكن عشت فيه اكتر ما عشت في بيتي، فطبعا انا بحب النادي الاهلي جدا وبحب الباسكت قوي، دليل ان انا ما قدرتش اروح اي نادي تاني العب فيه غير الاهلي.
فطبعا النادي الاهلي ده بيتي التاني. والمدربين مفيش اي حد فيهم حسسني ان انا يعني مش بنتهم او اختهم او كده. بالنسبة للجمهور طبعا الجمهور ده كان طول الوقت ورانا، طول الوقت ورانا معانا في كل حتة وما تغيروش. انا ساعات حتى لما باجي النادي هنا بلاقي نفس الناس بيسلموا عليا وفاكريني وكل حاجة.